هذا الشخص سافر أكثر من 100 دولة حول العالم بأسوأ جواز سفر. تعرفوا على مرتضى. مرتضى التميمي عراقي من بغداد، عمره 28 سنة، واستطاع أن يسافر 104 دولة حول العالم بجواز سفر عراقي. سافر دول مثل اليابان، سويسرا، الأرجنتين، أمريكا، البرازيل، ألبانيا، إيطاليا، آيسلند، جنوب أفريقيا. طيب شلون سافر وليش الجواز العراقي أسوأ جواز في العالم؟ حسب الإحصائيات الرسمية من موقع Passport Index، فالجواز العراقي يسمح لك تفوت فقط 3 دول من كل العالم بدون فيزا، وهذا اللي خلاه في آخر القائمة وخلى الجواز الأفغاني متصدر على العراقي. لكن هالشي ما منع مرتضى من تحقيق هدفه وحلم طفولته، واللي هو أن يسافر العالم. طيب خلونا نتعرف على مرتضى وشلون استطاع يسافر كل هالدول. مرتضى من عمر 12 سنة كان عنده حب أنه يزور الدول، وفي هذاك الوقت عرف أنه أغلب الدول في العالم تتكلم الإنجليزي، فقرر يتعلم الإنجليزية. وبعد سنتين مرتضى حصل على منحة للدراسة في أمريكا، والسبب كان اللغة الإنجليزية. طبعاً ما كنت متخيل أنه حلمي بالسفر راح يبدي يتحقق من هيك عمر صغير، خصوصاً لأنه السفر لأمريكا كان يعتبر فد شيء شبه مستحيل للعراقي. بس هذه أول سفرة كانت مجرد بداية الطريق، وبعد أمريكا حصلت على منحة للدراسة بجامعة كندية، وهنا واجهت أكبر عائق بطريقي وهو الفيزا إلى كندا. بسبب أنه مرتضى يحمل أسوأ جواز في العالم، ما كان عنده الحق أصلاً أنه يقدم فيزا على كندا من العراق، لذلك اضطر أنه يروح للأردن ويقدم من عمان. وهنا المفاجأة كانت أنه حتى الأردن تطلب فيزا حتى هو يفوت، لكن المرتضى ما استسلم وأرسل جواز سفر لأمريكا حتى يطلع فيزا للأردن. وبعد كل هالمحاولات راح للأردن وقدم فيزا لكندا. هذا كان من أصعب المواقف اللي واجهتها بحياتي. تخيلوا أنه أنا بعد عناء طويل حصلت منحة وفرحان بنفسي، لكن كل مستقبلي كان ممكن يضيع مجرد لأنه أحمل الجواز العراقي، وكل هذه الصعوبات كانت مجرد حتى أدخل دولة واحدة. مرتضى لم تتوقف معاناته عند الفيزا فقط، كان يواجه الكثير من المصاعب في المطارات، ودائما كان الأمر صعب عليه، وحتى انسجم مرة في إحدى المطارات. كنت مسافر بطريقي إلى أحد المؤتمرات، وبعدين أثناء ترانزيت بتانزانيا اعتقلوني شرطة المطار لأنه جوازي عراقي، وبقيت بالحبس يوما بالمطار. ومثل ما نعرف السفر مكلف، فكيف يتحمل مرتضى هاي المصاريف؟ خيمة، سيارة، طبيعة، هذه بعض الأشياء اللي ساعدتني بتوفير تكاليف السفر. وبمكان ما أصرف هواي فلوس على طيارة وفنادق غالية، سافرت أكثر أوروبا بالسيارة وما دفعت دينار واحد على الفنادق. إذا تريد تسافر العالم، إذا تريد تصير مغني، إذا تريد تصير ممثل، إذا تريد تصير أي شيء أنت تحبه، فأنت تستطيع أنك تسوي هالشيء. مرتضى استطاع أنه يسافر أغلب العالم بأسوأ جواز، وهذا اللي يلهمنا أنه لا يوجد شيء مستحيل. إذا كان عندك حلم خطط له ونفذه. مرتضى صنع قصة يرويها لأحفاده، وأنت اصنع قصتك.